ماريونا جاء في 92 من بولندا، جاء إرسالية بتاع مدارس دون بوسكو، المدارس الإيطالية في مصر، كان المفروض أتعلم شباب تكنولوجيا، لكن حصل شوية اختلافات، سبتهم في 94 وبدأت خدمة في ملقى رهبات قنوت في وسط زابلين في منشيد ناصر. منهم عرفت أبونا سمعان رئيس دير قديس سمعان الذي احنا فيها دلوقتي. أبونا سمعان قابلته في شهر مايو 95، هو سمع قصة حياتي، سمع إمكانياتي، سمع أنا درست يعني سمع درست فلسفة وميكانيكا، يعني فلسفة هنعمل إيه في منطقة زابلين، وميكانيكي برضو عندنا كتير هنا، لكن أنت بحبه تعمل إيه؟ بحبه رياضة وبحبه فن. طبعا لما سمع إنه فن بيسألني على فن، أنت فن بحبه إيه؟ بحبه فن، يعني بحبه أرسم، بحبه نحت، لكن أنا مش نحت يعني. لكن هو أول سما نحت خدني لفة في الدير وفرجني شوية على حاجات مصريين عملوا قبليها هنا، وطلب مني شوك في حجر في نحت في جبل معتم. قلت له أبونا أنا عمري ما شغلتش في جبل في حجر نفسه. هو بيقول جرب، ودلوقتي 25 سنة وأنا لسه بجرب يعني. نحتنا جبل معتم، قصص بتاع إنجيل سيدنا المسيح وقديسين كنيسة قبطية. السياحة هنا ظهرت بعد كده أكتر وأكتر، شباب منطقة كتروا قوي، عندنا حوالي 70,000 ناس يعيشوا من ريسايكلينج، من احكي لنا عن اللعبة هنا، فكرت فيها ايه؟ خاصة انه زي انا قلت انه الشباب كتروا في منطقة عندنا حوالي 30,000 شباب بتاع مدارس، ما عندهمش نادي، ما عندهمش جناين، ما عندهمش ملعب كورة الا جوه دير قديس سمعان في المكان ده هنا. وقررنا انه نعمل لهم هنا حاجة رير ملعب كورة برضه، نعمل ليهم لعب هوائية اسمها هاي روبس كورس. فكرة دي تاخدنا طبعا من مش بس من اوروبا، من بولندا خصوصا، لكن خدنا برضو فكرة من بيونير بتاع لاب هوائية في مصر، هي كنيسة انجيلية أستر دوبارا في وادي ناترون. هم عملوا حاجة قبلنا هناك وخدمتهم ماشية زي الفل، لكن احنا هنا في يعتبر دلوقتي في وسط المدينه، في وسط المدينه القاهره، الذي عندنا اكثر حاجه في مصر بيتهيألي هو شباب واطفال. نادر اشرف. نادر، انت دورك ايه في اللعب هنا؟ انا دوري هنا ريسكيو، بكون واقف في الاماكن اللي بيبقى فيها انقاذ كتير للناس اللي هي مش بتقدر تكمل الالعاب. بكون جاهز طبعا بالعده بتاعتي ان انا اروح لهم واقدر انزلهم بدراسي. العده عباره عن ايه؟ العده في عندنا حاجه اسمها فيجر 8، عندنا حبال، عندنا كارابينر، طبعا ببقى محتاج حد معايا تحت علشان يعمل بلاير للشخص اللي بننقذه. كل العده طبعا مش من مصر، حاجات جايه من بره، بنستخدم النظام الاوروبي في السيفت بتاعنا. جيت في مره وقلت لحد لا ما تلعبش اللعبه دي؟ لا طبعا، انا هنا موجود بخدم كل واحد، سواء مصري، مسيحي، مسلم، غير مصري، ما بنقولش لحد لا خالص. اي حد يخش؟ اي حد يخش، ونشكر ربنا متسهل لنا ده كويس. هل في حجز للعبه دي؟ بيكون في حجز وتنسيق على رقم الخدمة أو الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. تمام. كل قد إيه ولا كل يوم؟ بيكون على حسب الحجزات عندنا. تمام. هل لكم كم معين، عدد معين؟ لا، ما لناش عدد معين.